طب جيمي راجعين بقى للدوري ننبسط بقى ونفرح زي ما الكابتن عبد الحميد قال، نشوف الاهلي اشترى مين والزمالك باع مين والحكم ظلم مين والحاجات الحلوه دي. نسبه الدوري نسبه الرجوع للدوري من اللعيبه ذكر اسماء من اللي عليهم خناقه يعني دلوقتي وانديه كبيره بتتكلم معاهم يعني كنت قاعد معاهم ومعاهم ناس من زاويهم يعني قرايبهم واخواتهم فيعني نتكلم اللي قدموه الست شهور اللي فاتوا واللي قدموه السنه اللي فاتت المردود ف بتكلم مع الاثنين في نفس التوقيت فبقول له يعني انت ماشي كويس عندك مشكله في البدنيه عندك مشكله في كذا محتاج تعمل كذا ومحتاج تعمل كذا بلاش سهر بلاش كذا حاول تنام كفايه حاول تعمل كذا. قال لي اعمل كده ليه؟ والله العظيم قال لي اعمل كده ليه؟ انا جاي لي عرض من نادي كذا نادي كبير جدا نادي جاي لي عرض من نادي كذا بكذا اعمل كده ليه؟ انا فضلت قاعد جالي لا حصل لي ايرور تعمل كده عشانك تعمل كده عشان ده في مشكله تعمل كده عشان تروح منتخب مصر تعمل كده علشان تبقى لائق ان انت لعيب عندك 23 سنه انك بعد سنه بالكتير لان دي اخر فرصه ليك تطلع اوروبا. مين مسؤول بقى استاذ كريم؟ مين مسؤول على انه يوصل اللعيبه دي لانه يفهم انه ما يبقاش اقصى احلامه وطموحاته انه ياخد 5 مليون جنيه ولا 10 مليون جنيه في السنه انه يتنقل من نادي بيطلع الخامس ولا السادس في الدوري لنادي من ناديين ثلاثه الكبار. ده ان هل في دورات تثقيفيه زي ما بنعمل للعيبه كده بره زي ما بيحصل ان انا اجيب الناشئين افهمه واحط له طموح واجيب له فيجرز واجيب له ناس اقول له بص عشان تطلع زي ده بيحصل؟ ما بيحصلش.